فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يجوز المرأة أن تتزوج بمن زنى بها وهي حامل منه أم تنتظر حتى تضع حملها؟ وجزاكم الله خيرا. على أي حال، يجوز المرأة أن تتزوج بمن زنى بها، لكن لا يقربها حتى تضع حملها. يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي زنى بها، لكن لا يجوز له أن يقربها حتى تضع حملها. ليه؟ لأن هذا الولد ما في بطنها إنما هو نشأ من حرام، وأنت الآن تجمعها في حلال، وماءك الذي تعطيه إياها في هذه الأيام بعد العقد بعد القران حلال، فكيف يختلط الحلال بالحرام؟ لذلك قالوا من تزوج امرأة كان قد زنى بها وهي حامل لا يعني يجامعها حتى إيه؟ حتى تضع حملها. نعم. في هذه الحالة، بعد الزواج بينهما، وإذا وكيف يكون الميراث مثلا لذلك الولد الذي ولد؟ لا لا، الولد السابق اللي هو موجود في بطنها هذا زنا ابن زنا، لا يكتب باسم أبيه، اسم الشخص ده لا يقيد باسمه ولا ينسب إليه، إنما ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه. والعبد في هذا الحال ما لم والأب والأم يعرفان أن هذا الولد حتى ولو الولد من حرام لا ينسب إلى يعني الشخص الذي زنى، لأن ما دام هي ما عندهاش أمانة قد يكون من شخص آخر، حتى ولو كان. على أي حال، هذا هو رأي جمهور العلماء من التابعين وتابعيهم والفقهاء، أن ولد الزنا لا يقيد على اسم الشخص الزاني. أبوه هنا الذي زنى بعمه وعليه وسلم، فهنا هنا لا هو نفسه لا يتلع. لا يرسله مثلا. هو شوف الكلام ده، احنا كنا في مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الشمالية، عرضت هذه القضية وكنا قد خصصنا لها يعني جلسة، وأنا قدمت بحث وإخواننا برضو قدموا بحوث. فالنظام في أمريكا على أن هناك من يريد أن يتزوج امرأة لازم يطمئن إلى يعني أنها مناسبة له، فيجمعها مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما اطمئن أنها تصلح له، بعدين يعقد عليها وتزوج. كنا مرة رحنا أنا وأخونا الشيخ محمد البري، فأنا أعطيت الإيه الولايات الشرقية وهو أعطي الولايات الغربية، فحظه أنه أخذ إلى امرأة معها خمسة أولاد من زوجها، مش من زوجها، من صديقها. صديقها اتفق معها إذا كان الأولاد ومجامعة إياك أنا اطمأنت إليهم هتزوجك، وإلا زوج. شوف، خلف واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولم يعقد عليها بعد، بعد ما خلف منها خمسة ولم يعقد عليها بعد. لكن المهم أنا قدمت بحثي، قلت إيه إذا كان هذا النظام موجود في البلاد غير الإسلامية فلا بأس من أن يعترف الأب بمن زنى بها والولد الذي زنى به الذي نتج عن زناه أن ينسب إليه. أما في البلاد الإسلامية فلا. ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم حصلت لهم هذه المواقف قبل أن يسلموا، واعترفوا بأولادهم بعد إيه؟ بعد إسلامهم. فإحنا هذه الموقعة ممكن نحمل هذا على ذاك، لكن بلاد الإسلامية الذي بالليل والنهار يرى أن الزنا حرام، والخطباء في المجلس يرون أن الزنا حرام، والأئمة في التلفزيونات يقولوا الزنا حرام،
يقال له مثل هذا أنك أنت تنسب إليه؟ لا، أنت ارتكبت أمرا منكرا ومنتهكا حرمة الكل يعرفها، الصغير والكبير. كيف تجهز بأن ينسب الولد إليك؟ نعم. دكتور أحمد، أحد التقارير في بريطانيا 70 من الأولاد في بريطانيا غير شرعيين، يعني أولاد زنا في بريطانيا. لا إله إلا الله. هم يطالبوا بعودة إلى الأسرة. لا إله إلا الله. هم عندهم، قالوا يا دكتور أحمد، البنت إذا بلغت سن 14 سنة ما عادش بنت الأسرة، لازم تبعث لها عن عشيق صدق. نعم 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 نعم، هذا الكلام. أنا بس في أمريكا يمكن النسبة تختلف، كنت أنا في أمريكا فالنسبة كانت هناك بالنسبة للأولاد السود 6، كل 10 منهم 6 غير شرعيين، الأولاد السود 10 أولاد منهم 6 غير شرعيين، والبيض 10 منهم 4 غير شرعيين. ده النسبة الرسمية اللي أنا سمعتها في أمريكا، يعني تختلف قليلا عما هو موجود في بريطانيا. على أي حال، المولى تبارك وتعالى إحنا أكرمنا يعني بشريعتنا، وأكرمنا يعني بالأخذ بها، يعني قد يضعف بعض الناس، قد يسقط بعض الناس، لكن الحمد لله الغالبية العظمى ملتزمون بها إن شاء الله. المقصد من سؤالي، هي حملت من الزنا من هربته، بعدين هو يريد أن يعقد عليها، هل العقد صحيح وهي حامل؟ ما أيوه العقد صحيح ما دام هو الزاني، لكنه لا يسقي بمائه الحلال هذا الماء الحرام. وهل لو اعترف بالولد هل ينسب إليه؟ لا لا لا، لا ينسب إليه. ولو اعترف به؟ ولو اعترف به.